بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العليم. طيب، ثم مسألة خلق افعال العباد. هذه المسألة اختلف فيها المعتزلة مع أهل السنة. المعتزلة قالوا إن أفعال العباد مخلوقة لهم ليست مخلوقة لله تعالى، وهي عند أهل الحق عند أهل السنة أنها مخلوقة لله تعالى كسائر المخلوقات. نعم. ففي بيان هذا قال المصنف رحمة الله عليه: والله تعالى خالق لأفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان. نعم. ثم بعده: وهي كلها بإرادته ومشيئته وحكمه وحكمه وقضيته وتقديره. فإذن أولا ذكر المصنف أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى. لماذا قال أفعال العباد كلها؟ يعني بعض يفرق أن الخير من الأفعال مخلوق لله تعالى والشر مخلوق للشيطان، لذلك نردا عليهم صرح بقوله كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان، كلها مخلوقة لله تعالى. ثم هنا هذه المسألة أيضا مشهورة بخلق أفعال العباد، هل هذه المسألة خاصة بأفعال العباد أو يعني بجميع المخلوقات؟ نعم، ذكر عصام الدين الإسرائيلي رحمه الله في حاشيته قوله: والله تعالى خالق لأفعال العباد. لا يخفى أن هذه المسألة لا تخص العبادة بل تعم أفعال المخلوقات كلها. يعني أولا أفعال سائر الحيوانات أيضا، ثم وأن الأدلة إنما يجري بعضها في أفعال المكلفين، لكن بعد حكم العقل فيهم لا يتوقف في الحكم في غيرهم. يعني هناك بعض الأدلة يدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، لكن وهذا الحكم يدل عليه العقل، عند العقل هذا ثابت. لو ثبت عند العقل أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى فلا يشك العقل أن يحكم بأن أفعال سائر المخلوقات مخلوقة لله تعالى. نعم. ثم لا كما زعمت المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله، هكذا المعتزلة قالوا، لكن هناك كان فرق بين أوائل من المعتزلة والمتأخرين. يعني الأوائل ما كانوا يطلقون اسم الخلق لأفعال العباد لهم، بل كانوا يتباعدون عنه، هذا الذي يذكر.
وقد كانت الأوائل منهم يتحاشون عن إطلاق لفظ الخالق على العبد ويكتفون بلفظ الموجد والمخترع ونحو ذلك. وحين رأى الجبائي وأتباعه أن معنى الكل واحد وهو المخرج من العدم إلى الوجود تجاسروا على إطلاق لفظ الخالق. إذن أراد الشارع بهذا أنه ليس خلاف بين أوائل المعتزلة وأواخرها في هذه المسألة، بل كل متفقون أن أفعال العباد مخلوقة لهم، لكن كان عندهم خلاف ظاهرا فقط، يعني هذا في إطلاق اسم الخلق. الأوائل كانوا يتحاشون يتباعدون عن إطلاق لفظ الخالق على العبد ويكتفون بلفظ الموجد، كانوا يقولون هذه الأفعال أيوجدها العباد أو يخترعها العباد، العبد موجد أو مخترع ونحو ذلك، يعني المبدع هكذا. ثم وحين رأى الجبائي وأتباعه، الأوائل يعني من قبل الجبائي، فإذا من عنده رأى أن معنى الكل واحد، يعني معنى الموجد معنى الخالق واحد، لذلك لو كان يطلق الموجد على العبد فلا مانع من اطلاق الخالق على العبد، هكذا هو رأى. تجاسر يعني على خلاف أوائلهم، هم لم يتجاسروا بل تباعدوا، يعني هم تباعدوا من الإيهام. نعم. معنى الكل واحد ما هو المعنى؟ هو المخرج من العدم إلى الوجود، تجاسروا على إطلاق لفظ الخالق. ثم يحتج أهل الحق بوجوه، يحتج أهل الحق بوجوه، الأول أن العبد يعني أهل السنة هم يحتجوا بوجوه على ما؟ على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. بوجوهن الأول ما هو؟ الأول أن العبد لو كان خالقا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها، ضرورة أن إيجاد العقل بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك، واللازم باطل، فإن المشي من موضع إلى موضع قد يشتمل على سكنات متخللة وعلى حركات بعضها أسرع وبعضها أبطأ، ولا شعور للماشي بذلك، وليس هذا ذهولا عن العلم، بل لو سئل عنها لم يعلم، وهذا في أظهر أفعاله. وأما إذا تأملت في حركات أعضائه في المشي والأخذ والبطش ونحو ذلك وما يحتاج إليه من تحريك العضلات وتمديد الأعصاب ونحو ذلك فالأمر أظهر. هذا هو الدليل الأول. الشارح اختار يعني مثالا المشي، اختار المشي مثالا لإثبات أو لتحقيق هذا الدليل. نعم. العبد لو كان خلقا لأفعاله، لو كان عالما بتفاصيله، تفاصيلها يعني تفاصيل الأفعال، لو كان خالقا يجب أن يكون عالما بتفاصيل الأفعال، فإذا سيأتي أن العبد له كسب واختيار، أليس يقتضي الكسب أيضا أن يعلم تفاصيل الأفعال؟ لا، هذا هو الفرق بين الكسب والخلق. كما ذكر الخيالي رحمه الله في حاشيته، هو قال: فأما الكسب فيكفيه القصد والعلم جملة، للكسب والاختيار يكفي القصد والعلم جملة، هذا يكفي، لا حاجة إلى أن يعلم الأفعال بكل تفاصيلها. والحاصل أنه فرق بين الخلق والكسب، فإن الأول إفادة الوجود بخلاف الثاني، لو كان إفادة الوجود ينبغي أن يعلم ما يتحقق به هذا الفعل، مثلا هنا المشي
يتحقق بأن تحريك العضلات تمديد الأعصاب كذا كذا كذلك يعني الحركات والسكنات هكذا أمور كثيرة ينبغي أن يعلم هذه التفاصيل لكن هو لا يعلم هذه التفاصيل ثم بعد ذلك ينبغي أن يعلم لو وقع هكذا ماذا يكون عاقبته يعني خيرا وشرا لو وقع هكذا ثم لو وقع هكذا فإذن هو يوجده على كيفية وكمية هكذا ينبغي لكن هو لا يعلم شيئا من هذا بخلاف الثاني يعني الكسب فيكفيه العلم الإجمالي نعم أما الخلق فهو الذي يحتاج إلى الإحاطة بتفاصيل هذا الفعل الذي يخلقه لذلك العبد لا يخلق هذا دليل عقلي على أن العبد لا يخلق فعله بل الله سبحانه وتعالى خالق لأفعاله كأنه خالق لسائر الأعراض والأجسام والأعيان والجواهر كلها يعني عالم بجميع أجزائها خلق له تعالى ضرورة أن إيجاد الشيء بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك واللازم باطل واللازم يعني هل يعلم أو لا يعلم هو لا يعلم فإن المشي من موضع إلى موضع قد يشتمل على سكنات متخللة وحركات بعضها أسرع من بعض أسرع وبعضها أبطأ هكذا ولا شعور للماشي بذلك يعني بتلك السكنات وبتلك الحركات وبسرعة بعضها وببطيء بعضها ليس عنده يعني شعور بكل هذا هذا مصلح الدين الكستلي رحمه الله بيّن هذا لو كان خالقا لكان عالما بتفاصيلها لماذا ينبغي أن يكون عالما بتفاصيلها لأن كل فعل جزئي يصدر عن الفاعل المختار فلا بد له من تصور جزئي هذا فعل جزئي ينبغي أن يتصور ينبغي أن يكون هذا الفعل متصورا عنده تصورا جزئيا ملائما فلا بد له من تصور جزئي ملائم وقصد مرتب عليه فلا جرم يكون عالما بتفاصيل أفعاله نعم. ثم وليس هذا ذهولا عن العلم بل لو سئل عنها لم يعلم هذا جواب يعني إشكال بل لو سئل عنها قال الخيالي رحمه الله في حاشيته ولو في حال المباشرة لو سئل عنها في حال المباشرة لا يعلم ما أن العلم بالعلم بعد التوجه والالتفات قطعي الحصول يعني هو يباشر هذا المشي أثناء ذلك سئل فإذا يكون هناك التفات إلى مشيه يعني إلى فعله توجه إلى فعله فينبغي أن يعلم بالعلم العلم بالعلم قطعي الحصول لكن هنا لا يكون العلم بالعلم يعني العلم بأنه يعلم التوجه يعلم هذه التفاصيل بعد التوجه والالتفات يعني في هذه الحالة أثناء مباشرته بالأفعال لو سئل لا يذهل عنه لا يفرض فيه أنه ذهول يعني بعض قال هذا ليس لعدم العلم بل هذا ذهول عن التفاصيل هو يعلم بعض قال يعني لا يلزم من الشعور الشعور بالشعور هكذا أجاب فإذن ردا عليه قال الشاعر وليس هذا ذلولا ذهولا عن العلم ثم فالأمر أظهر ذهولا بل وسهولا وهذا في أظهر أفعاله يعني المشي أظهر أفعاله وأما إذا تأملت في حركات أعضائه يعني هذه سكنات حركات بعضها أسرع بعضها أبطأ أين
في أظهر أفعاله ثم يكون هناك في المشي حركة تحريك العلاء كذلك لا يعني تحريك العضلات تمديد الأعصاب هكذا يجري في المشي وغيره في حركات سائر أعضائه وهل يعلم لا يعلم أما إذا تأملت في حركات أعضائه في المشي أليس في المشي فقط والأخذ والبطش ونحو ذلك وما يحتاج إليه يعني ما يحتاج إليه المشي وغيره من تحريك العضلات وتمديد الأعصاب ونحو ذلك فالأمر أظهره يعني لا يعلم هذه التفاصيل ثم الثاني هذا هو الوجه الأول ثم الوجه الثاني النصوص الواردة في ذلك كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون كان الوجه الأول دليلا عقليا هذا الوجه الثاني دليلا سمعيا شرعيا قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون وما تعملون كلمة ما يحتمل أن تكون موصولة ومصدرية يمكن حملها على هذين الاحتمالين لذلك ما أشاره قال أولا أي عملكم على أنما مصدرية لئلا يحتاج إلى حذف الضمير يعني لو حملنا كلمة ما على الموصولة ذكرنا أنها موصولة فهنا حذف العائد من الصلة إلى الموصولة وما تعملونه هكذا يكون مفعول لتعملون محذوف مقدر فإذا لو كان الكلام صالح يصح معناه بدون حذف ولا تقدير فهو أولى لذلك هو ذكر هذا أولا عملكم على أنما مصدرية لئلا يحتاج إلى حذف الضمير فإذا يكون المعنى والله خلقكم وعملكم هذا ظاهر أو معمولكم على أنما موصولة ما تعملونه ويكون معنى الماء المعمول الله خلقكم ومعمولكم ويشتمل الأفعال هذا المعمول هل يشتمل الأفعال أو المصنوعات فقط رجل يعني مثلا نجار يصنع كرسيا أو سريرا هذا كرسي والسرير يعني معمول مصنوع أو يعني رجل صنع صابونا أو يعني صنع شيئا آخر هكذا أو امرأة طبخت يعني أطعمة هذه الأطعمة مصنوعاتها معمولاتها هذه الأعيان فقط داخلة أو أفعال أيضا داخلة نعم هذا معمول يستمل الأفعال أيضا لماذا؟ لأن إذا قلنا أفعال العباد مخلوقة لله تعالى أو للعبد لم نرد بالفعل المعنى المصدرية الذي هو الإيجاد والإيقاع بل الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد والإيقاع لم نرد بالفعل لو ذكرنا هكذا أفعال العباد مخلوقة ماذا نريد بالفعل لا نريد بالفعل المعنى المصدري الذي هو الإيجاد والإيقاع بل نريد الحاصل بالمصدر يعني حينما ذكرنا عملكم هذا ليس بالمعنى المصدري بل هذا بالمعنى الحاصل بالمصدري الحاصل بالمصدر ما هو هو متعلق الإيجاد والإيقاع يعني ما نشاهده من الحركات والسكنات مثلا فإذا لو كان المعنى المصدري يشمله فهذا أيضا يشمله عمل مصدر لكن معناه هو الحاصل بالمصدر فإذا معمول هو اسم مفعول وحاصل بالمصدر معناهما واحد ثم مثلا ثم وللذهول عن هذه النقطة قد يتوهم أن الاستدلال بالآية موقوف على كون ما مصدريا يعني هنا اعتراض هذا استدلال يصح ويستقيم لو كانت كلمة ما مصدريا وهناك احتمال ما هو يكون ما موصولا فإذا اجتمع الاحتمالات سقط الاستدلال وهكذا قاعدة
لذلك هو قال حمل كلمة ما على الاحتمالين وبين معناها على الاحتمالين على الحملين حتى يستقيم الاستدلال على التأويلين على الحملين. ثم وكقوله ثم قول آخر وكقوله هذا عدتهن لا كقوله تعالى الماضية الثانية النصوص الواردة في ذلك كقوله تعالى وكقوله تعالى الله خالق كل شيء كل شيء معناه أي ممكن بدلالة العقل كل شيء يعني هذا كل شيء ممكن هكذا يخص كل شيء يخص هنا بأي شيء يخص يعني يخصه العقل يخصه العقل لهذا التقدير سر وسيبين. ثم وفعل العبد شيء ممكن فإذا فعل العبد داخل في قوله تعالى كل شيء إذن الله تعالى يخلق كل شيء بما فيها بما فيه أفعال العباد وقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق هذا أين ذكر في مقام التمدع بالخالقية وكونها مناطا لاستحقاق العبادة أفمن يخلق كمن لا يخلق هذا إنكار على عبادة المشركين أوثانهم آلهتهم يعني آلهتهم ومعبوداتهم لا تخلق شيئا فإذا ينبغي أن يكون الخلق سواء كان للعين أو للفعل خاصية من خواص الإله وهذا يدل يعني قوله تعالى فمن يخلق من لا يخلق في مقام التمدع بالخالقية وكونها كون الخالقية مناطا لاستحقاق العبادة فإذا الخلق أيا كان خلق عين أو خلق عرل أو خلق فعل أيا كان هو خاصة من خواص الإله الحقي نعم فإذا هذا لا يكون للعبد نعم. ثم لماذا قال يعني أي ممكن بدلالة العقل ممكن بدلالة العقل بيانا لفائدة هذا التفسير قال مصلح الدين في حاشيته دفع لما يقال أي ممكن بدلالة العقل هذا دفع لاعتراض لما يقال من أن الآية لا يمكن أن يجري على عمومها لماذا؟ لأن شيء يتناول الواجب أيضا كل شيء شيء عند أهل الحق بمعنى الموجود فإذا يكون معناه خالق كل موجود فالله سبحانه وتعالى أيضا موجودا يكون المعنى أن الله خلق نفسه وذاته هكذا لذلك لا يجري على عمومها ثم والعام إذا خص منه البعض لا يبقى حجة فيما عداه والعام إذا خص منه البعض لا يبقى حجة فيما بعده فيما عداه يعني العام المخصوص لا يبقى حجة فيما عداه فيما عدا البعض لا يبقى حجة يعني يكون بعده ظنية فقط لا يكون قطعية هذا يعني اختلاف في الأصول نعم فدفعه بأن الواجب مخصوص منه عقلا فإذا لو كان هذا التخصيص بالعقل فهذا العام المخصوص يبقى حجة فيما عداه والذي لا يبقى حجة فيما عداه لو كان التخصيص بغير العقل منه عقلا إذ لا يتصور كونه مخلوقا يعني الواجب تعالى لا يتصور كونه مخلوقا وما خص منه بدلالة العقل قطعي فيما عدا المخصوص كما تقرر في موضعه نعم إفادة إشارة إلى هذه الفائدة ذكر الشارح رحمه الله أي ممكن بدلالة العقل ثم
لا يقال فالقائل بكون العبد خالقا لأفعاله أفعاله يكون من المشركين دين الموحدين. هذا يعني إيراد إشكال نشأ من الاستدلال بقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق. استدل الشارح بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. فإذا لو قال أحد أو المعتزلة قالوا أن أفعال العباد مخلوقة لهم فينبغي أن يكونوا مشركين، هكذا لا يقال. لماذا؟ لأننا نقول الإشراك ما هو؟ يعني هذه بدعة صحيح، لكن لا يتحقق هناك معنى الإشراك، لذلك لا يكونون مشركين. نعم، لأننا نقول الإشراك هو إثبات شريك في الألوهية، إثبات الشريك في الألوهية. ما معنى الألوهية؟ بمعنى وجوب الوجود، إله يعني واجب الوجود، ألوهية وجوب الوجود. كمال المجوس، المجوس هم ماذا فعلوا؟ هم قالوا أن للعالم فاعلين، أحدهما الله تعالى وهو فاعل الخير وخالق الحيوان النافع، والثاني الشيطان وهو فاعل الشر وخالق الحيوان الضار. هذا الذي ذكرت يعني حينما قال المصنف هذه المسألة، قال والله خالق لأفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والنسيان، ردا على هؤلاء المجوس. فإذا هم أثبتوا واجبي الوجود، أحدهما الله تعالى والآخر يعني الشيطان، عندهم الشيطان أيضا خالقنا. فإذا هم أشركوا في الألوهية، الألوهية معناها عندهم واجب الوجود، أو بمعنى استحقاق العبادة كعبادة كمال عبادة الأصنام. الألوهية معناها في حق عبادة الأصنام ما هو استحقاق العبادة. فإذا لو تم إثبات الشريك في أحد هذين المعنيين يتحقق الشرك وإلا لا يتحقق. والمعتزلة لم يثبتون ذلك، يعني لم يثبتون الشريك في الألوهية بمعنى وجوب الوجود أو بمعنى استحقاق العبادة، بل لا يجعلون خالقية العبد كخالقية الله تعالى. هم يفرقون بين الخالقيتين لافتقار العبد إلى الأسباب والآلات التي هي بخلق الله تعالى. هكذا لا يجابه، لا يقال هذا الإيراد. لماذا؟ لأننا نقول هذا الجواب، لكن هنا بعض مشايخ ما وراء النهر بالغوا في تضليل المعتزلة وشركوهم وحكموا عليهم بالشرك. نعم، ألا إلا أن مشايخ ما وراء النهر، يعني مشايخ الماتريدية، يعني قد بالغوا في تضليلهم في هذه المسألة حتى قالوا إن المجوس أسعد حالا منهم حيث لم يثبتوا إلا شريكا واحدا. يعني هم أثبتوا لله تعالى شريكا، من هو؟ الشيطان، هو فاعل الشر والحيوان الضار، هكذا هم أثبتوا خالقا واحدا. وهؤلاء المعتزلة، والمعتزلة أثبتوا شركاء لا تحصى، يعني كل عبد فاعل فعله خالق فعله، كذلك كل حيوان كل مخلوق يتحقق منه فعل هو فاعله، هكذا يعني شركاء لا تحصى أثبتوا حال الله تعالى. ثم واحتجت المعتزلة، إذن ماذا دليلهم؟ هم قالوا أن أفعال يعني مخلوقة لهم للعباد، بأننا نفرق بالضرورة بين حركة الماشي وحركة المرتعش، وأن الأولى باختياره دون الثانية. هذا دليل لهم، أننا نفرق بالضرورة، هذا التفريق هذا بالضرورة صحيح، لكن هذا التفريق لا يدل على دعواهم، هذا هو المشكلة. نفرق بالضرورة بين حركة الماشي وحركة المرتعش. نعم، هذا حركة المرتعش اضطرارية لا يستطيع أن يوقفها
وهو لا حركته المرتعشي لا تتحقق أو لا تحدث باختياره بل اضطرارا، هو مضطر. أما حركة الماشي ليس كذلك، هو يختار ثم يمشي هكذا. فإذن الأولى باختياره ثم دون الثانية، إذن الأولى باختياره هذا هو خلقه، الثانية ليس باختياره. ثم ما حاصل هذا الاستدلال كما ذكر بعض الشراح؟ حاصله أن يقال أن الحركة الصادرة من العبد على ضربين اختيارية وغير اختيارية، فلو كانت بخلق الله تعالى لزم أن يكون الكل اختياريا أو غير اختياريا. لو كان هذه الحركات كلها من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون الحركات كلها إما اختيارية أو غير اختيارية، لا ينبغي أن يتنوع نوعين، هكذا قالوا. فعلم أن الاختيارية بخلق العبد والحركة الغير الاختيارية بخلق الله تعالى، هكذا قالوا. هذا التفريق بين الحركتين ضروري، هذا مسلم، لكن هذا لا يدل عليه كما سيظهر. نعم. وبأنه ثم دليل ثاني، لو كان الكل بخلق الله تعالى لبطل قاعدة التكليف والمدح والذم والثواب والعقاب، وهو ظاهر. والجواب لبطل قاعدة التكليف، بيان لهذا قال الكستلي، أي القاعدة التي هي كون الإنسان مكلفا وكونه ممدوحا على أفعاله أو مذموما عليها مثابا أو معاقبا، هكذا يكون هذه القاعدة. وذلك لأن مبنى ذلك كله على كون الإنسان مختارا في فعله، إذ لا معنى للتكليف بما ليس بمقدور، ولا للمدح أو الذم عليه، ولا استحقاق الثواب أو اللقاب. نعم، هذا هو القاعدة. نعم، هذا يبطل، هكذا قال. يعني لا يصح التكليف، وكذلك لا يستحق المدح والثواب، كذلك لا يذم ولا يعاقب. لماذا؟ لأن كل فعل سواء كانت طاعة أو معصية بفعل بخلق الله تعالى فليس للعبد شيء. نعم، وهو ظاهر، هكذا قالوا. والجواب أن ذلك إنما يتوجه على الجبرية القائلين بنفي الكسب والاختيار له. يعني هذان الدليلان، التفريق بين الحركة الماشي وحركة المرتعش، كذلك بطلان قاعدة التكليف، كلها يقال على الجبرية. هم يقولون العباد هم مجبرون في أفعالهم، مجبرون في أفعالهم، مضطرون في أفعالهم، ليس لهم شيء من الكسب والاختيار، يقال لهم هذان الدليلان. نعم، بنفي الكسب والاختيار له أصلا. وأما نحن فنثبته، يعني نثبت الكسب والاختيار على ما نحققه إن شاء الله تعالى، وقد يتمسك على ما هذا التمسك والاستدلال على أن العبد خالق لأفعاله، يعني على دعوة المعتزلة يتمسك بأنه لو كان خالقا لأفعال العباد، يعني لو كان الله تعالى خالقا لأفعال العباد لكان هو القائمة والقاعدة والآكلة والشاربة والزانية والسارقة إلى غير ذلك. هذا في بعض الرأي يعني لزوم فاسد. نعم، وهذا جهل عليم. نعم، هكذا يمكن أن يتمسك. قال الشعري هذا جهل عليم. لماذا؟ لأن المتصف بالشيء من قام به ذلك الشيء لا من أوجده. من خلق السواد لا يكون أسود، كذلك من خلق الأكل لا يكون أكلا، من خلق القيام لا يكون قائما، بل القائم من قام به القيام، من قام به الأكل هو الأكل، من قام به السواد وهو أسود، هكذا. ذلك هذا ممكن أن يتمسك، بل هو جهل عليم.
هم جهلاء علماء لذلك ممكن يتمسكون. أولا يرون أن الله تعالى هو الخالق للسواد والبياض وسائر الصفات في الأجسام ولا يتصف بذلك، لا يتصف الله سبحانه وتعالى بالسواد والبياض وسائر صفاتنا، وربما يتمسك على ما على نفي على أن الخلق على أن العبد خالق لأفعاله، ممكن يتمسك. دليل آخر بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وإذا تخلق من الطين كهيئة الطير. فإذا أولا قال تبارك الله أحسن الخالقين، إذا هنا صيغة الجمع، فإذا من غير الله تعالى من الخالق؟ هذا العباد أنفسهم، نعم الله تعالى أحسن منهم. كذلك إذا تخلق من الطين كهيئة الطير، قيل لنبي الله هكذا تخلق من الطين، نسب الخلق إلى نبي، نعم. والجواب أن الخلق هنا بمعنى التقدير، تقدير يعني التصوير فقط، هذا التصوير فقط، نعم التصوير، التصوير من أي شيء من الكسب والاختيار، التصوير أو التقدير تقديران، أو التقدير يعني تخيل والمقدار، التقدير يعني يعني ماذا اختراع صورة، هذا معناه، فهذا يكون من الكسب والاختيار لا يكون من الخلق، يعني بتقدير العبد لا يكون الشيء، أما بتقدير الله تعالى يكون الشيء، هذا هو الفرق. تقدير تقدير الله هو لو كان بمعنى خلق الله تعالى، نعم. ثم مسألة أخرى متعلقة بأفعال العباد كلها بإرادة الله تعالى ومشيئته هكذا، فنقرأ فيما بعد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.